رد على معالي وزير الإرشاد، وليس ذلك يعتبر من جنس الخروج على الحكام كما يعتبر بعض الجهلاء من العصبجية السفهاء ومن سار على الأناجيل. قال هناك مقطع لواحد اسمه محمد مصطفى يطعن في الوزير فما تعليقكم، وقال للوزير بنمشي للعينك. طبعا ده أنصار سنة ونحن ما تابعين لأي جماعة، طبعا ما تابعين لأي جماعة. فده بيتكلم في الحاكم. طبعا يا أخواننا من منهج المنهج الصحيح منهج الإسلام إنه ما بيجوز للإنسان يتكلم في الحاكم على المنابر وكده إلا الحاكم ده يكفر، فهمت؟ ده الحاكم يكفر وبعد ذاك قامت القدرة وكده دار تحرض الناس على تغييره بعد تخرج عليه. أما حاكم مسلم وإن كان ظالم وإن كان فاسق ما بيجوز لك تخرج عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا شنو كفرا بواحا، وفي رواية براحا، يعني واضح ما في أي تأويل، عندكم من الله فيه برهان. قبل فترة في غرار كان إنه يوقفوا الكلام في الأسواق وكده، والغرار انتهى الحمد لله، جمدوه إلى آخر. فده قام بيتكلم في الوزير، وكان زمان بيطعن في أخوانا، يقول العصبجي ما عارف قال لي بتاعين العساكر أنا ما بوقف الحلقة في أم درمان هناك، بيتكلم عننا يعني، وقال الجماعة بتاعين الثلاثة تزعات شالوه جدعوه، وكله كذب، وقال نحن عندنا العسكري ده حاكم. جو ناس الأمن، ناس الأمن طبعا ده الناس بيمثل الحكومة ولا بيمثل الحاكم، نحن عندنا الشرطي بيمثل الحاكم ولا بيمثله، بيمثل الدولة. طيب الوزير ده عندك حاكم ولا ما حاكم؟ فده ده منهج باطل، منهج بتاع أنصار السنة. والآن بيصل لهم واحد اسمه الهواري، دكتور الهواري رئيس المجلس العلمي لأنصار السنة، ودي أخواننا من هنا بدأت داعش. الناس الآن بيتكلموا عن داعش وداعش خطر، وفي طلبة من هنا مشوا ولا ما في؟ في واحد السيمستر الفات كان بيجي يتكلم لا في هنا في الجامعة بيقول لهم أنا ماش داعش، وفي واحد ناقشنا هناك في المثلث قال هو داعش وكده، وناس داعش ديل معلوم وناس كويسين هنا ده في الجامعة دي. والأسبوع الفات قالوا أصغر سوداني مات في داعش عمره 17 سنة، قالوا مرق من الثانوي، أظنه ضغطوا ناس المولارية والعضوية فهمت، ما شغلانية غلبته قال خير نمشي مع ناس داعش ديل فهمت، فمشى مرق. الموضوع ده بيبدأ من وين الخوارج ديل؟ بيبدأ من الكلام، بيبدأ بالكلام، تتكلم في الحاكم أو تنصح في العلن، ده كله ما من منهج السلف كله. والآن الموضوع ده يتبنوه أنصار السنة كلهم، قالوا ردين ردينا عليهم، قالوا عندنا رد نوريكم الحالات التي يجوز فيها الكلام في الحاكم المسلم وإن كان ما كافر، دي أمروا علينا، أمروا علينا من كلام السلف، ما بتلقى كلام زين فهمت. فدم وده منهج ناس داعش ذاته. انت قال ده أبو بكر البغدادي أول خطبة جابوها له لما كون داعش وانشق من تنظيم القاعدة فهمت، أول خطبة له دعا أول حاجة كفر حكام المسلمين وتكلم مع المسلمين، قال لهم الآن دياركم اللي قاعدين فوق دي كلها عبارة عن ديار كفر. عشان كده السؤال الجبيل السؤال لأخونا أبو بكر قبل الصلاة ولا بعد الصلاة ما عارف، قالوا له هل الخادمات اللي بيشتغلن في البيوت هل ديل من السبي؟ السؤال ده بكون زول بتاع داعش أو زول دار يرود على زول بتاع داعش، لأنه بيشوفنا كلنا كفار. أنت عارف ناس داعش ديل الآن كلنا نحن كفار، ليه تقول له؟ يقول لك حاكمكم مش كافر، طيب سلمنا معك كافر أنا ذنبي شنو؟ يقول لك أنت مش بتتحاكم له، هاي أنت زيه كافر. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، كده أنت معاهم زيهم. يقول لك فنحن كلنا كفار، وبتاعنا الشرطة كلهم كفار، وناس الأمن كلهم كفار. عشان كده ناس داعش الآن، ناس داعش الموجودين الآن مشكلتهم في السودان، مشكلتهم إنهم ما عندهم قوة. قالوا الآن نحن منتظرين في طور القوة، القوة دي بعد ده إذا جات الله الجامعات دي يقلبوا لك بلاوي ثقيلة جدا، خشوا الجامعة هنا فهمت ويشوف الغاعة فيها كم بيت يقول لك دي طبعا ديل السبي بتاع الناس داعش جناحهم بدة فهمت، وديل والله جات تمشي يفتشوا الغاعات، وفي واحدين داعش بيكوسوا البرلمانات براين وهوس، لأنهم ناس فسقة وناس مجارمة. فده هوس ده الشغل بتاع بدأ بشنو ده بيصنوا على سيد قطب الهواري محمد اللمين إسماعيل ديل من أنصار السنة، وعبد الحي يوسف بيثني عليه، وسيد قطب كما قال القرضاوي في كتاب اسمه مستقبل الأصولية الإسلامية يباع في الدار السودانية صفحة 18، قال مما اعتمد عليه الفصيل التكفيري، قال ومما اعتمد عليه هذا الفصيل
ظاهر بعض كتابات الأستاذ سيد قطب في كتابيه معالم في الطريق وفي ظلال القرآن، وده قاعد في المكتبة العلمية البيجادي، المكتبة البيجادي دي حق التكفيرين، فهمت؟ وعكت مش لها. وما أفضل بيجي يقول لك هذول كلهم كفار كده، لكن المنهج الشغالين به والبنشروه ده منهج التكفير والهجرة، فهمت؟ فقال بعض ظاهر كتابات الأستاذ سيد قطب في كتابي معالم في الطريق وفي ظلال القرآن، قال وهؤلاء هم الخوارج، ده القرضاوي ذاته، قال وهؤلاء هم الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من السهم كما يمرق السهم من يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. صفحة 18 كتاب القرضاوي، هسه امشي الدار السودانية الطابق الثالث، فهمت؟ جزء كامل للقرضاوي، جزء لمحمد الغزالي، جزء لمحمد قطب، جزء لسيد قطب، موجودين ويؤصلوا لهذا الفكر، فهمت؟ سيد قطب يسب الأنبياء، يسب موسى عليه السلام، قال لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصب المزاج. والنبي عليه الصلاة والسلام لما الخارجي ذو الخويصر التميمي قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، النبي عليه الصلاة والسلام غضب، وقال بعض الصحابة قالوا أفلا نضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. وده طلع موسى عليه السلام، النبي الكريم طلع إنسان عصب المزاج، ومش كده طلع إنسان قومي، يعني موسى عليه السلام يتعصب لقومه، فهمت؟ وده كفى به ردة واستهزاء بأنبياء الله سبحانه وتعالى، واستهزى بنبي الله سليمان ونبي الله داود برضو في نفس الكتاب، ويقول القرآن فوق موسيقى، حتى في ده البداية بتاعت الكتاب بتاع التصوير الفني صفحة 101-102 وانت ماشي لقدام، حتى صفحة 102 قال وهذا الباب راجعه الأستاذ الموسيقي المبدع أبو الحسن محمد بن الحسن الشجاعي أو حاجة زي دي، ده قال موسيقي مبدع راجع له الكتاب. انت عارف بيتكلم كيف؟ قال لنأخذ موسيقى النازعات، قال ففي هذا المقطع في بداية الصورة قال موسيقى قصيرة الطول فيها دمدمة وفرقعة وجو مكهرب. قال يا زول انت بتتكلم عن كريت ديفيد ولا بتتكلم عن القرآن؟ فهمت؟ قال ده القرآن. بعد ذاك تاني جاي يتكلم عن الموسيقى في غير من الصور، وكل اخواننا ده لعب وده استهزاء، فهمت؟ ونفس الكلام ده اخذوا منه الاخوان المسلمين، اخذوا منه الترابي، قال لقد آن للآلات الموسيقية أن تؤوب إلى الله، قال لا ينبغي أن يعبد الله الطار وحده، يعني ما ممكن بس الصوفية داقين النوبة ودي بيعتبر التراب عبادة، يعني كونك تدق الطار وتنجز ها الشط انفطح ما اتنين نطة، دي عبارة عن 10 حسنات، ما دي عبارة عن 10 حسنات، فهمت؟ قال ينبغي للآلات الموسيقية أن تؤوب إلى الله، الكمانجة دي المفروض قال تتوب لله، تتوب لله مش تقطع الحبل بتاعه، تتوب لله تمشي تنشط حاجات تانية، فهمت؟ تنشط حاجات تانية. عشان كده الآن التأصيل بتاعه الفرق الجديدة دي كلها صناعة ترابي، والإذاعات الآن في إذاعة الكوثر وإذاعة سهور تلقى استهزاء بالدين، يقول لك ويرفع الأذان الأستاذ معتز صباحي، ما يرفع أي زول تاني، ليه يرفع الأستاذ معتز صباحي؟ فهمت؟ وإنشاد لصورة الكافرون بالموسيقى وغيرها من الاستهزاء، ويقول لك الرسول بيجي قايل معانا في إذاعة الكوثر، دي مذيعة لعب بالدين في أعلى المستويات، فده كله من راس وهوس التراب ده، فهمت؟ عشان كده يا أخواننا ده منهج باطن، منهج الأخوان المسلمين منهج منحرف. طيب، فما جديد على أنصار السنة إنه يطعنوا في الحكام وغيره؟